تحكوا مع طلاب آخرين عندهم مشروع إنشاء. واضحة؟ يعني الطلب اللي ما عندهوش مشروع إنشاء، مشروع إنشاء، إما بتحكوا مع طلاب معهم مشروع إنشاء على أنها تزيد المجموعة على 4 طلاب، أو أنا بعطيهم مشروع. تمام؟ مين؟ عبيدة؟ هاي عبيدة هون. أي رقم محمد. بتصيروا تقعدوا كلكم انتوا الأربعة مع بعض، تمام؟ هلا أحمد لحلوح. أحمد لحلوح، أنت عندك مشروع إنشاءات؟ طب هي أنت مجموعة اثنين، عندك حدا عم يحضر معك؟ ومعك أنت عبد الله. عبد الله أحمد. ومعك كمان إيش؟ سري هي. طيب. فين سري؟ أنت الثلاثة، تمام. عاملين سنة. طيب هلا احمد برهم. احمد برهم موجود؟ احمد برهم. طيب سما يعيش، مش رايك انشاءات؟ مش بنزل نشوفه. هلا سما عرفت، هلا المجموعه الاولى خلص بدناش نضيف اي حدا. في عندك مجموعه ثانيه اذا حبيت عمر. اذا انتوا مش بتنزلوا لهذا المجموعه ممكن اعطيكم انا مشروع لحالي. إذن هنا عندي ثلاثة سنة. لا لا مش إنشاء. وبرضه أنت مش إنشاء. مواصلة. مواصلة. طيب سنة. واسمك يا ابني عمر. عمر وزين. أي طيب أي عمر كمان هي ثلاثة. طيب أنتوا هلا بنشوف لكم ندبر لكم مشروع، أو إذا في اثنين لحالهم مشروع ندبر لكم. طيب آمنة ملحم. أي آمنة. أنت بتقدر تنضيف إلى مجموعة المجموعة هاي أو مجموعة أخرى. على عكسك مجموعة مش. أنت اسمك آمنة صح؟ هي انت رقم ثلاثة. بتحبوا انتوا الثلاثة تشكلوا مجموعة ولا بتفكروا في هذا الموضوع لاحقا؟ هلا انت فرصة توحد. لازم يكون مشروع انشاءات. المشروع انشاءات حتما. خلينا نأجل لك شوي الحكاية معانا. عبد الرحمن كعب. عبد الرحمن في معك حدا؟ ماشي. عبد الرحمن رقم أربعة. لا رقم ثلاثة. معلش تشكل معهم مجموعة إنشاءات ولا تنضاف لهدول؟ إيش؟ أنت معك واحد أوكي أربعة. عبد الرحمن كعيد. مع مين أربعة؟ قصي. هاي أربعة. طيب هلا ضل عندي نائل. فين نائل؟ إذا نائل غايب وأحمد غايب فمن أجل الكلام معكم الباقي تيجي. هلا لسه معنا وقت حتى تبدو المشاريع، بس بفضل من هلا اللي عنده مشاريع في مشاريع يجيبها. يعني انا ما بحب اقعد احكي وانتم تسمعوا. الاصل انتم تجيبوا لي مشاكلكم واحنا نحلها. شو الهدف بهذا المساق؟ الهدف بهذا المساق اذكركم انه لما يجي لك مشروع انشاءات يكون خلال نص ساعه انت قادر تختار ابعاد العمود وابعاد البلاطه وابعاد الجسور. واذا انطلب منك تنزل على ورشه مسلحه مش تقول له استنى حتى احسب لي ايش، تمسك آلة حاسبة وتنزل على الورشة وحسياً شو تقول له هذا الحكي صح ولا هذا الحكي إيش خطأ. هذا مبدأ. المبدأ الثاني لازم نكون عندنا تول نحكم فيها على مخرجات أي برنامج إنه هاي المخرجات صحيحة ولا إيش ولا خطأ. فهلأ بكون أفضل كتير لو أنتوا جبتوا لي مشاكلكم وصرنا نناقش بمشاكلكم، لأنه هدف هذا المساق الصحيح هدف ناحية تطور التعليم. كيف كان تطور التعليم من زمان؟ كان أساس التعليم إن الواحد يتعلم كيف يفرق الحق عن الباطل في مجتمع. كانت المجتمعات مالها محدودة موزعة، كل واحد من بعد لقومه خاصة، عرفتوا كيف؟ كل واحد مع قومه، في إمام من خبرته شيء عمل يعلمهم. كان التعليم المشرف عن طريق أن تلمست على يد الشيخ الفلاني. هلا مع تقارب المواصلات شباب ومع تقارب مع وجود المطبعة اللي كانت تطبع الكتب، أصبح شو في عنا إحنا؟ كتب عديدة وصارت التخصصات. كنا من زمان شباب اللي بدرس مدرسة يدرس هندسة، يعني يطلع إذا واحد عنده جد كبير جدا يطلع لشهادة التوجيه رسم هندسي مساحة كذا إلى آخره، يكون اللي معاه توجيه مهندس. الآن مع اتساع الكتب أصبح كيف بدك تجمع العلوم وتعمل تخصصات وإلى آخره، وغرقنا بالتخصصات، غرقنا بالتخصصات والمواصلات صارت أخف. فصارت هلا مواصلات مالها سهلة، حتى صار الكون كله ايش؟ قرية. هلا في ظل الحاسوب شباب وفي ظل الانترنت
أصبح في عندك مشكلة كيف بدك تعلم. فلو أنا مثلا بدي أجي أعلمكم مثلا على سبيل المثال شغلة محددة جدا اللي هي إيش مثلا زلازل. كلكم اللي أخذ تطبيقات حاسب شو اللي أمامه؟ كود في اللود هالقدي، كود في المعمار هالقدي، كود في الميكانيكا هالقدي، كودات كبيرة. كيف نعلم في عصر الإنترنت؟ في عصر إيش؟ الإنترنت. هذا السؤال اللي كان مطروح من التسعينات، ولذلك بدأ المسار من التسعينات هدف كيف نعلم بضمن ثورة المعلومات. كان تحت عنوان ثورة المعلومات. هلا أنا بدعي إنه التعليم ابتدى على أساس إنك تفرق الحق عن الباطل بشيء اسمه أناليتيكا. أناليتيكا إيش أنت متأكد منه؟ شو يعني متأكد منه؟ أناليتيكا سوليوشن كلوز فورم بحكم أي حدة. قديش البني المومنت اللي موجودة على كانتيليفر مين؟ إذا كان بطل بابل بيو قال لي سكويرت على قديش؟ على 2. أي برنامج ما يعطيك بابل يوالي سكويرت على 2؟ شو بتعتبره هذا؟ هيك حكيته هلا بعديها انطلق التعليم من أناليتيكال لأناتوميكال. شو يعني أناتوميكال؟ يعني أصبح متأخذنيش التشريح وتفصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، أصبح عندك متخصص بالعين، متخصص بالأذن، متخصص بكذا، كله إيش؟ أنا تمكن. بس هذا المتخصص بالعين لازم يعرف عن الجسم، اللي متخصص بالهندسة لازم يتعرف على البيئة، يتعرف على علم الاجتماع، بدك أنت تحتك مع معالم. فصار المفقود في العلم علم الأناتوميكا. هذا شباب، هذا is missing. هذا علم الإبداع. شو يعني علم الإبداع؟ كيف تكون أنت تستطيع أنك تخلق أنظمة جديدة، تحل مشاكل غير مسبوقة؟ هذا هو العلم اللي ماله المفقود، اللي لما ربنا مدح كتابه شو قال؟ أنزلنا إليكم كتابا متشابه. هلا هذا الكتاب المتشابه حتى العرب على مدى 14 قرن ما تعلموش أسس الكتابة في الكتابة. يعني العرب يعرفوا شو حسب كتابة، وإنما نكتبوا لغة. هلا إحنا في موضوع إن عمالنا نبحث علم جديد. شو يعني علم جديد؟ هل يا ترى في طريقة إن to be created؟ هل في طريقة ممكن إنه إحنا نبدا معكم فيها بحيث إنه إحنا من هاي الطريقة نقدر نحط نظام يستطيع الإنسان أن يبدع؟ شباب العالم ماشي على ثلاث ايش؟ ارجل. رجل اسمها سيستم، ورجل اسمها مانجمنت. هدول لخدمة رسالة. تيجي انتو على ابد يقول لك لازم الجامعة يكون لها فيجن. شو يعني فيجن؟ يعني رسالة. هلا الرسالة الطاغية في العالم هي العالمية. شو يعني العالمية؟ يعني نصف الملحدين في الأرض سببهم الخطابين. وهذا حكاها بخواطر إيمتى؟ إشقيري حكاها بخطير إشقيري بخواطر بحلقة من زمان حضرتها. إذا بتحط حقرأها على الإنترنت تحط يعني شو أرحنا بها يا بلال، حلقة بخواطر لمين؟ لإشقيري. أرحنا بها يا بلال، طرح فيها شو بيصير في العالم من توجهات، وقال إنه نصف الملحدين في العالم، وأنا ما بحكي عن الملحدين في بلدنا، أنا بحكي عن الملحدين في العالم، يعني في أوروبا وفي أمريكا وهلوم جرة بالإحصائيات سببها الخطاب الديني الموجود هناك. هلا إيش عمالك تعمل في الكمبيوتر اللي أنا قاعد؟ إيش؟ شباب بهاي المحاضرة جوالك لازم يكون مسكر، أنت مش وزير جاي. فلن جوالك تقول لي بدي أرد الرسالة وأطلع برا، اطلع بس ما ترجعش. ومش وزير قاعد هون حتى ترد على رسائل على الإنترنت أو تقعد تكتب رسائل. أنت هون طالب تتعلم. إذا كنت وزير خلينا نتعلم عندك. أنا الحصة الماضية أنهيتها بالتشكيل خلق خلق، وبتمنى منكم حتى أنا أكون صايم، لأن لما بيجيني التليفون بعتذركم بستأذنكم خلاص حتى ما اعتذرتوش، أنا بدي أحطه صايم على أساس نسيت أحطه صايم. بتمنى كلكم لما بتدخلوا على المحاضرة شو بتحطوها؟ صايم. لما بتدخل على المسجد تصلي شو بتحطوا؟ صايم. إذا في أنت عندك فيجن وفي عندك سيستم، وش في عندك؟ مانجمنت. هلا للأسف الشديد أنتم كطلاب ما عندكم مانجمنت إدارة. أعطيكم قصة في المانجمنت أنا عشتها.
بزماننا كان في الاعداد في شيء اسمه مترك، بعرفش جزء ولا يزال موجود الى الان. المترك انا كنت قبل هاي يعملوا لنا امتحانات ايش في الشهر في المدرسه، فلما اجى شهر الاجازه حتى نحضر للمترك ارتحت. ايه بتتذكرت الدراسه قبل المترك باسبوع لقيت حالي ناسي كل العلوم، ناسي الجغرافيا، انا مين اللي بتذكره الاشياء اللي بدها ايش مرونه عقليه. فرحت اديت الامتحانات واخر امتحان طلعت انا تقريبا مش نايم طول الليل، يعني ما فيش عندي نوم كافي. فلما اجيت للتوجيه خطر ببالي خاطر، طب انا بالتوجيه افرض مرضت، افرض ما زبطت بالامتحان. فعملت مانجمنت لوقتي. شو يعني مانجمنت لوقتي؟ صرت بدل ما ادرس ماده ماده ادرس وحده 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 واراجع وحدات، وحده 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 واراجع وحدات، وهذا ما جرب. وبذكر انه اخر يوم خلصت فيه قبل التوجيه حكيت لاهل البيت، حطيت الالم هيك، قلت لهم انا مستعد اني ادي كل الامتحانات يوم واحد. دخلت الجامعه عندي نظام اداري. شو يعني نظام اداري؟ انه انا وقت الامتحانات في شيء دراسي. فكنت في الجامعه الاردنيه دائما قبل الامتحان بيوم الطلاب اللي بدهم مساعده اكون انا في الجامعه بعمل محاضرات لزملائي اللي بدهم مساعده. طلعت على الجامعه برا ادرس ماجستير. في الماجستير سكنت مع عائله امريكيه، كانت المنازل الموجوده في الجامعه حماماتها اوبن. شو يعني حماماتها اوبن؟ يعني الكل بتحمم ايش مع بعض البعض بدون حواجز. هذا ما بقدر اعيش فيها. فسكنت مع عائله ايش امريكيه. طبعا في عندهم حمامات، في عندهم منازل خاصه، بس ما كنتش انا حاجزها لانه اجى قولي متاخر شوي. فسكنت مع عائله امريكيه طول السنه ما يشوفونيش الا ما يجي الامتحانات النهائيه. اجى اول كوارتر اجت الامتحانات النهائيه، واذا انا بقعد معهم على التلفزيون بشاهد اخبار. قالوا لي كل علمنا انه عندك امتحانات نهائيه، قلت لهم هذا انه عندي امتحانات نهائيه بشاهد معكم اخبار. قالوا لي احنا اولادنا لما بكون في امتحانات نهائيه كنا عندنا هذيك الليله النسكافيه والسهر وللصبح على الفجر. بدخل الطلاب على الجامعه بقعد يدرس ومظبط وقته، بيجي الامتحان الاول. مجرد ما ادى الامتحان الاول واذا متراكم عليه كل المواد الثانيه، فبكون بالامتحان الاول ما شاء الله عليه، بيجي على الامتحان الثاني مش بيجي على البالي. إذا أنت ما تعلمتش تعمل مانجمنت في وقتك الآن وبتقول للجامعة هي جامعة عمالها بتتنازل الطلبة صار لها الفاينل هذا الفصل أبشروا، بدل ما يعملوه من أسبوعين لثلاث أيام يعملوه من أسبوعين لثلاثة، يعني أنتوا بتنحدروا إحنا بننحدر معكم. القصد أنك أنت من أول فصل قبل ما تيجي على الجامعة تعلمت أنه بدون مانجمنت هو ليفر سوسي. واضح؟ هذول شباب سيرز بالفيجن سيستم سيستم. فاول شغله بدنا ندرس لكم اياها في المره في المسار السيستم. يعني عندك سيستم بتكون مبدع، ما عندك سيستم ما في شيء ابداع. بمعنى لازم يكون عندك انت مرجعيه فكريه، نظام، اي شيء ترجع على النظام. السؤال اللي انا بساله، هل الان مش سيستم ولا لا؟ جيت الحصه الماضيه كيف انهيت هاي القصه؟ قلت لكم خذ كلمه خلق عندنا في اللسان العربي، بس غير تشكيل بس وحط خلق، عملت سيستم انه كل شيء بتفهم من الخلق لازم يتحول ايش؟ خلق. شو اللي انا عملته؟ كلمه واحده غيرت تشكيل. هاي شغلت، شكلت لك كل حياتك من اول ما تنولد حتى تموت. ادرس الخلق اللي حواليك، اقرا اسم ربك الذي خلق، واقرا وربك الخلق بسيستم. اول ما نزل القران حطوا لك سيستم. واضح؟ احنا للاسف الشديد باجي بحكي عن الخلق، يا استاذ خليك في الخلق، في شيء سيستم. اعطوني سيستم، اعطوني سيستم يصلح لحياتكم. انا ما بدعي انه عندي احسن سيستم، لا، انا بدعي اني بعلم من خلال سيستم. اللي منكم عنده سيستم احسن بكره بعلمه، بس ما تيجيش تقول لي انا بدي اتعلم شيء بدون سيستم. باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لحد هلا الناس مش فاهمه شو هي الصلاة الوسطى، كلهم بيقولوا عصر مغرب عشاء الى اخره. بدي منكم تقولوا لي شو هي الصلاة الوسطى، ارجعوا اقراوا القران شوفوا فين اجت الايه وش اللي قبلها وش اللي بعدها، واسمع منكم مفهوم للصلاة الوسطى. لان انا ادعي ان الصلاة الوسطى نوقشت من زاويه ليست الزاويه اللي لازم تناقش فيها. نوقشت الصلاة الوسطى هي تيجي ايش وسط الصلوات، ومن هون ممكن تطلع الفجر، ممكن تطلع العصر، ممكن تطلع الظهر، ممكن تطلع الفجر، ممكن تطلع المغرب. وانا برايي في السياق ما لها علاقه بهذا الكلام، لها علاقه بشيء اهم بكثير، لها علاقه بالسيستم. ارجعوا للايه
واطلبوا مني بعد 3 أسابيع أشرح لكم شيء الصلاة الوسطى. واضح؟ بس أنا بدي أرجع معكم شو أقول لكم؟ إحنا بدنا سيستم. هل بتتوقع الكون اللي إحنا نعيش فيه في سيستم ولا لا؟ يعني وإحنا قاعدين بنلاقي لك اصطدمت غراب مع إيش؟ مع حمامة في الجو؟ لا. لما بنشوف أمواج الطيور ماشية بنشوفها ماشية الصفوف كلها هيك ولا بنلاقيها فرق ماشية؟ فرق. يعني إذا بدنا نرتب حالنا بالصلاة بنرتب حالنا فرق ولا بنرتب حالنا صف متراص؟ صف متراص. طب واحد بده ينتقض وضوء، واحد بعد الصلاة مضطر يطلع، كيف بده يطلع؟ زي بيت الله الحرام شباب، احسن شو بتقول لك يا بيت الله الحرام، لذلك هو بيت الله، فرق 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 فرق. اي واحد بحب بلاقي لك شارع ايش شو بعمل بمر منه. تيجي انت بتعمل سيستم جوا المسجد لا يتناسب مع السيستم اللي برا المسجد. طب كيف بدك تقيم الصلاه؟ بتقيمها جوا المسجد زي ما بتقيمها برا المسجد. نطلع على النصارى عاملين ايش؟ فرق فرق فرق. ليش ما يكونش عندنا فرق؟ ليش ما يكونش واحد اضطر يجي كامام يصلي يلاقي عنده مسرب يضل ماشي حتى يجي؟ بيجي الامام بده يصلي يوم الجمعه بيعرف ليش؟ بده يصل لمكان المنبر والناس عمالها بتصلي، بتلاقي لك يا واقف مستني اذا شو للي قدامه ايش يخلص صلاه وبقعد يقطع بالصفوف اللي احنا مني عندنا في الدين نقطع الصفوف. طب كيف بدك انت تنهي الانسان عن قطع الصفوف والامام يقطعها كل يوم الجمعه قدام كل المصلين؟ اعملها فرق، بيجي لك الامام بالوسط وحسن شباب بيمشي وبيفعل منبر حققت حديث النبي. انت الان بدك تحقق حديث النبي بطريقه لا يمكن يقدر يحققها اي انسان في الدنيا. ليش؟ لانه ما عندكش نظام. الصلاه نظام بس انت ما عرفتهاش ما بتقدرش تحولها كنظام. بينما النصراني لما بيجي على الكنيسه بيجي بالصف الوسط بيمشي وبيقف على المنبر باي وقت بيجي، بيجي بصف بالمحل اللي بده اياه. اذا احنا شباب لازم يكون عندنا نظام. هل اللانجوج نظام؟ اكيد. لذلك انا القصه الماضيه شو بديت لكم؟ بديت لكم فاكس عبارة عن فورم، عبارة عن فانكشن، عبارة عن فريدم. هلأ هذا النظام بالحقائق اي وحده منهم بطل عندك نظام. شيل الحريات الفكرية بطل عندك نظام. اما انا حر اطلع بهدل زي ما بدي واكفر زي ما بدي وغير لما يحكي عني احسن شو اعمل بدي احكي عنه كذا كذا. اما انا بحترم الغير فبكسب احترام الغير، او انا ما بحترم الغير فما بتوقع حدا يحترمني. شباب بدك تحترم الناس تحترمك، احترم الناس. اذا ما بتحترم الناس وبتطلع على المنبر مغضوب عليهم وضالين على المجرى ما حدش راح يحترمك. انت بتحكي على المغضوب عليهم ممكن حال انت مش تحترم. سيستم اول شيء شباب مانجمنت اللي طلابنا حتى لا بيعرفوهاش. طلابنا بدل ما اننا نيجي نقول لهم هذا اسبوع التسجيل فيش تسجيل هذا اسبوع سحب مضافه، تعرف شو اسبوع سحب مضافه؟ تحضر عند الاستاذ بتلاقي الاستاذ اسلوبه ما بيعجبك، تروح عند الاستاذ بالاستاذ هذا اسبوع سحب مضافه. كانت الجامعه هيك ماشيه وكنا احنا ندخل نعلم وزملائنا ما يعلموا، فبعد رساله لرئيس الجامعه بترجى اما اسبوع السحب مضافه يحسب اسبوع تعليم وساعتها الطالب اللي بده يغيب بده يطبق عليه القوانين او على الاقل يقولوا للاسف لم اتعلم. لانه كانت اساتذه تتعلم وكانت اساتذه ما تتعلم. اجيت لهم على زمانكم اسبوع السحب والاضافه الحمد لله الناس ما بتتعلم بس صار نظام. شو يعني نظام؟ انه اسبوع السحب والاضافه فيه مش تعلم، اما ناس تتعلم وناس ما تتعلم ما بصير. هلا صار اسبوع السحب والاضافه يتمدد بالسحب والاضافه الى ما الى ما الى ما شاء الله. فيش نظام. لما بيصير فيش نظام لا اساتذتكم تكون مستقر عقلكم شو بدهم يعلموكم ولا انتم مستقر عقلكم شو بدكم تتعلموا ولا اي شيء. واضح؟ ما حدش بحب يعيش في بلد ما فيهاش نظام الا الطاغيه. مين الطاغيه؟ اللي بدهش نظام احذر عشان ايش؟ يمشي الامور على حالها. لانه النظام كشف مين؟ كشف الفوضى. كشف الطاغيه. اما انا بقول لكم شغله، حط قانون احكم عليك نفسك وبعدين احكم فيه على الناس. هذا اللي بطلب منك. قبل ما تحكم على الناس احكم على نفسك. إذا حكمت على نفسك وحطيت قانون إلى كل الناس ما في عندنا مشكلة. هلا نيجي للنظام، هل هذا كلام عند الغرب ماسكينه قلنا بإيش؟ بالحرف. بدك تدرس structure اس تي، بدك تدرس شيء بالنظام
لاحظوا كل اللي انا كاتبكم هي في هذا المسار نظام الديزاين نظام ببدا بدي كومبوز كله بحرف الدي دي 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 دي, دي. لا واضح بس ما بدي انا اجبرك على نظام تفكيري حاطط لك اياه روح اقراه بعطيك اياه بالنوتس بتروح بتقراه لقيته مناسب انا بذكر مره حكيت عنه جلسه ما لقيت لك الا مدير مشروع جاي احسن شهود لي انا نسيت هاي بدي جيليا بيشتغل النظام وبده يشرح النظام اللي حواليه اذا عن طريق ايش عن طريق اللغات من قبل لما كنت تدرس مانجمنت يقول لك مانجمنت ديلز وذ ام ماتيريال ماشين مان كذا ليش بحكي لكم هذا الحكي حتى ترسخ المعلومه فين في دماغكم واضح فكل واحد بيعلم بتخصص هو معنى بتخصصه يعطي نظام للطالب يسهل على الطالب من خلاله يحفظ الشيء يحفظ على يسهل على الطالب انه يحفظ ايش الشيء فلما اجي اقول لك مثلا استراكشر بيشتغل بالسترينج بيشتغل بايش بالستيفنس بيشتغل بايش بالستابيليتي انا اعطيتك نظام بس مش اكمل من ايش من اكمل حرف حرفين طب مين ارقى الحرف ولا الحرفين في النظام حرفين طب مين الارقى من الحرفين ثلاث حروف اناليتيكا اناتوميكا انالوجيكا شو نسميها انا افكر انا ايش انا موجود اهدنا الصراط المستقيم الف لام ميم ثلاث يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في اي شيء في ثلاث ظلمات بدك تقف بدك تقف على ثلاث ارجل واحد اثنين ثلاثه بدك تتعلم بدك تتعلم ثلاث مسؤوليات وقس على ذلك عندك واحده بتفتش على الثانيه عندك تنتين شو بتفتش على الثالثه احنا عمالنا بنعلمكم شباب علم وكتاب منير ما بنعلمكم هدى شو يعني ما بنعلمكم هدى ما بنعلمك كيف تربط هذا بهذا عن طريق تنميه حسك عن طريق تنميه حسك انت ما بتقول في الصلاه ديني بتقولش انا من الصلاه عفوا علمني نور طريقي شو بتقول اهدني ليش لانك ما تضغطوا اهدني يعني علمني ونور طريقي يعني علمني وايش ونور طريقك فالهدى هو اللي بيجمع مين الخلق مع مين مع الخلق لذلك اقول لك اياك تخليني من المغضوب عليهم ليش اللي بيعرف الخلق وبينعكسش على خلقه ولا من الضال ليش الا انا بعرف هاي وانا بعرف واضح فمين المغضوب عليه الانسان اللي بيحمله ما بيلتزم ومين الضال الذي لا يعلم واضح لذلك ما تستغربوا وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عنها وهم عنها معرضون مش فاهم الخلق وما يؤمن اكثر بالله لهم مشركون هذا اللي مش فاهم الخلق هو مشرك ما فيش حاجه انه مشرك فاعلم انه لا اله الا الله نظام اذا انا ببدا معك اقول لك سوسايتي نظام التعليم نظام اللغه نظام كل شيء في الكون نظام شو نظامك انت كطالب شو النظام اللي شكلته انا عملت اول شيء نظام اداري نجحت فيه دخلت على الجامعه بهذا النظام الاداري دراسه اجتهاد عملت اول امتحان فيزياء وسقطت شو بيعني هذا الحل عندي مشكله بدي احل هل الحل بقدر احلها بزياده عدد الساعات شو ما فيش يعني ما في اذا ما فيش عندي نظام فبديت انا بالمانجمنت اكتشفت بعد المانجمنت اني لا عندي نظام شو يعني لا عندي نظام بدخل على الامتحان بستنى احضر شو الوحي ينزل يعني بمسك الامتحان بقرا السؤال يا وحي نزلنا ما فيش هذا الحكي انا بدرس فيزياء حل المسائل بده يكون من خلال ايش قوانين الفيزياء بحط القوانين وبمسك المسألة والمعطيات بتطلعها بتخضع لاي قانون بحلها دخلت الامتحان الثاني ما بيختلفش عن الامتحان الاول نجحت بعديها كل السنه صرت اعمل لطلاب السنه الاولى كيف تنجح بالفيزياء كيف تتعلم فيزياء نظام اذا اول شغله بديت بالمانجمنت بعد المانجمنت شو صار عندي نظام اي مدرسه بدرسها لازم يكون عندي نظام على ايش قائم هذا النظام على انه انا بدرس قوانين هاي بتمثل لي مرجعيه هاي القوانين اللي بتمثل لي مرجعيه اذا ثبت انها ما بتحل لي المشكله شو لازم اعمل لازم اعدل فيها هلا هدول التنتين بشكل الانسان ايش فيجن رساله
اللي ما عنده نظام عنده رسالة، اللي ما بيحسبش يدير وقته عنده رسالة. أصلاً هي الصلاة شيء، الصلاة إدارة وقت بس، ربنا بعلمك كيف يدير وقتك. والصلاة الوسطى لها علاقة بإدارة الوقت، ولها علاقة بالنظام، ولها علاقة بالسيستم. الصلاة الوسطى شبابية اللي بتجمع لك الثلاثة، لذلك ما أعتذر ما تخلف منها، فروح اطلع على السياق وفهم شيء الصلاة الوسطى. لما بنقول شو يعني أوسط؟ شو يعني أوسط؟ أفضل شيء. فهي اللي بتحافظ لك على المانجمنت، بتحافظ لك على السيستم، بتحافظ لك على الفيجن. بس أهم شيء الفيجن شباب، شوفوا فين إجت الصلاة الوسطى وانصحوا فين وردت، ضمن أي سياق وردت الصلاة الوسطى، عشان تعرفوا الفيجن لازم تكون عندكم. إحنا فقدنا الفيجن وانتهمنا إحنا على إيش؟ على المانجمنت. فقدنا الفيجن وفقدنا السيستم، وعملنا مانجمنت للطعم. على فكرة بنستفيد ولا لا؟ أكيد بنستفيد بالمانجمنت شباب. نياله بالبساطة شباب، نياله كثير. بس احضروا أرحنا بهاي البلاد وشوفوا فرقية الصلاة بدون خشوع والصلاة بخشوع. شوفوا لما الشقير صلى بدون خشوع وعملوا موجات دماغه كيف كانت، ولما صلى بخشوع شو صار في موجات دماغه. شوفوا لما قبل الصلاة كيف كانت الطاقة عنده مش موزعة بطريق مستقيم، وكيف بعد الصلاة صار كل الطاقة في شقه في خط مستقيم. بنصحكم تشوفوا فيها. ليش؟ لأنه أرحنا بها يا بلال مش قضية تخاطب فقط العالم وتخاطبنا أيضا. وأنا برأيي إنه الشقيري في خواطر أبدع، يعني أبدع بكل ما يتحمل كلمة أبدع بالمعنى. طيب إذا هلا عمالنا نتعلم إنه كل شيء في الحياة نظام، كونه في الحياة نظام معناته إذا الخالق واحد شو لازم يكون النظام؟ واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ماشي؟ لذلك ربنا شو قالنا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع إيش؟ ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شو يعني لا يعلمون؟ يعني اللي ما عنده نظام شباب مشرك. فالعلم اللي ما بيشكل لك مانجمنت وما بيشكل لك سيستم وما بيشكل لك فيجن تكون صاحب رسالة مشرك. أنا كمسلم صاحب رسالة، لو الأستاذ بده يغششني ما بغششه، لأنه عارف تغشيش الأستاذ بده يدخل النار، قاف أمام ربنا، ما الأستاذ غششني، يعني أنت مخد رب، ما الأستاذ قال لي بعمل هيك وحطها برقبتي، تحطها برقبتي عالم بتطلع منها سالم، يعني أنت خدت رب؟ خليه يفهمك. وضحت الفكرة؟ هلا احنا التطبيقات هذا الكلام فين بدنا نطبقه؟ في التصميم الانشائي. شو النظام اللي انتم اخذتوه في التصميم الانشائي؟ علموني انا شو. كلكم جايين على شركه صح؟ تعلمتوا بالنظام في التصميم علمتوا. لما بقول لكم تصميم انشائي لا يختلف عن تصميم طرق، ايش مشروع الجنين؟ ايش؟ لا تختلف عن تصميم مول. هذا المساق شباب تطبيقه انا بعمله لقسم الانشاءات. بس لازم اي واحد يجي يحضر، لو امك بدها تحضر بدها تستفيد، تروح تعملها نظام، تعملها مانجمنت، ويكون لها رساله. واضح؟ سؤالي لكم، انا هلا اخذت مشروع من استاذي بدي اصممه، شو اول شغله لازم اعملها؟ ليش؟ يا رائع، اقرا باسم ربك الذي خلق، روح شوف الموقع. هلا هذا الموقع بحط لك كونسترينتس. شو يعني كونسترينتس؟ يعني بحدد لك شغلات انت غصب عنك بدك تفعلها. هلا جبت الموقع حطيت الكونستنت. شو يعني حطيت الكونستنت؟ هاي اول كونستنت، هذا بنسميه سيستم ريكويرمنتس. شو بنسميه؟ سيستم. شو اسمه؟ يرجع شو اسمه؟ سيستم ريكويرمنتس. شو بدنا نتعلم احنا؟ كيف نعمل له مانجمنت وكيف نحطه ايش؟ ضمن تصورنا. شو يعني ضمن تصور؟ انا بدي اعمل مسجد، سيستم ايش؟ ريكويرمنت. هذا المسجد شو لازم يكون؟ بيحمل ايش؟ رسالة. شو رسالته لازم تكون؟ الإسلام. شو يعني إسلام؟ يعني استسلام وخضوع لله. إذن بعمله ليش بعمله هيك؟ إيه؟ عشان أبين إنه فطرياً العالم هيك إيه بتصير حالاته مستسلم. بدي أعمل سيارة، كيف بعملها؟ على إيش؟ على شكل السيارة. إذن للمسجد رسالة. شو هي رسالة المسجد؟ الإسلام لله. إجا واحد أعطانا محاضرة بالإبداع بالتفكير وقال لا فيش داعي أن أنا أعمل هاي. ليش؟ لأنه بقدر أوصل الصوت بشغلة تانية، بتقدر أعرف ليش نعملت قبل ما تقول بدي أزيل. هاي ما نعملت لتوصيل الصوت، واضح؟
لما اجى بلال على الكعبه ما كانت هاي موجوده، طلع على سطح الكعبه وعزه شو عمل؟ ونادى في الناس. تقدر تحط سلم وتنادي بالناس، لا هي عملت حتى تشير للمسجد عزه شو؟ انه انا انسان مستسلم، انا خاضع لله. واضح؟ اذا اعرفوا شباب انه في شيء اسمه فورم، ان حربهم هلا علني على فورم المسلم. المسلم له فورم، المسلم لها فورم. انا بعلم اني انا مسلم لكل العالم باحتشامي بغطايه راسي الى اخره، هذا اعلان للعالم كله ان انا مسلم. هلا بيجي واحد عايز يقول لك لا هذا له شكل ثاني الاسلام، علمنا ما عندنا مشكله، بس لازم يكون صوره المسلم. انا بطلع على الغرب اللي بيحكوا عنا، انتوا كيف بتصوروا لي مريم اللي عندنا مثلا عندكم مثلا مريم حدا بيحكي فيها؟ طلع على كل صورها الموجوده عندنا، كيف بتصوروا لنا اياها؟ هل نساءكم تلبس زي مريم؟ هل نساءكم تعتبر الاحتشام زي مريم؟ بدكم نظام. هذا النظام شباب بدون فول لا يمكن انك تقدر تقدمه للناس. بعتذر اقول لكم، شيوخنا الكبار اللي كانوا يلبسوا لباس هيك اللي بيحكوا عنه هذا اللباس، it is a form. لذلك انا بنبسط لما الخطيب بيطلع على الخطبه وحده شو بيعمل؟ بروح ايش مغطي حاله وهذا بيحكي وبقعد يخطب، بنبسط عز شو؟ it is a form. هلا غيروا لفورم بس يكون للمسلمين. يكون لايش؟ للمسلمين. لازم يكون في فورم. في جامعات برا زي جامعه ستانفورد بنسميها جامعة الجينز. شو يعني جامعة الجينز؟ بيجي رئيس الجامعة لابس جينز. بتنافسها جامعة هارفارد بنسميها جامعة البدلة، لازم تدخل لابس ايش؟ سوت. اشتغلت في شركة اسمها بكتل، فأول يوم رحت على الدوام لابس بدلة عادي، بعديها تاني يوم رحت لابس ايش؟ عادي كاجوال. عرفت كيف؟ جابني رجل الجينز اللي عندي اللي احنا بالشركة بنلبس شيء، قلت له شيء بتلبس؟ قال لي زي ما جيت اول يوم. زي ما جيت ايش؟ اول يوم. حتى وانت تدخل تعرف انك ايش؟ انك انت تنتمي لشركة بدلة. من ثاني يوم رجعت البس بدلة وادخل على الشركة. فور كل العالم بيحترم الفور. وكل العالم عنده فور محتشم. وكل العالم بحب الاحتشام. ممكن يختلف الفور من عادة من محل لمحل. لذلك لما قال يا بني آدم قد أنزلكم علي أنزلنا عليكم لباس النبالة سعوهاتكم وليشة ولباس التقوى. هلا لباس التقوى هذا خياري للي بده يرتقي يا أيها الذين آمنوا، بس يواري سوءاتكم وريشة قيم واحد منهم بطلت من بني آدم. بدك ريش يغطي بدنك، بدك ريش تقول أنت في محتشم. يجونا شو يقولون؟ عورة الرجل من السرة للركبة. حلو حبيبي، أروح أحش طرزان. إيمانك بقدر ما بتغطي ثيابك. لذلك لما رؤيا عمر بن الخطاب في المنام يجر ثوبه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نال ذلك؟ قال الدين. الدين يعني إيش؟ ثيابه مالها؟ مغطيته كله، مش بس مغطيته كمان بجر. هذا هو الدين. لما بتسمع كلام شباب شوف فطرة ترضى لأختك، ترضى لأختك واحد يطلع هيك على البرده لابس لك من هون لهون، قال هي عولة رجل عباله بتطلع هيك، ترضاها إليك؟ تطلع لأختك اعرف انها مش من الدين. حتى لو كان حكى فيها كل علماء الارض، اعرف ان الدين فرقية الشيطان عن الانسان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ما احتجناش على المصارعين اللي بيجوا على ايش يعملوا مصارعة في السعودية، قال هذول معلش. احتجنا على مين؟ على المصارعات. فين عقلنا؟ دولة بتعلن الاسلام للجميع بتقول معلش المصارع يجي المصارع بهذا اللباس. تعرف السعودي شو عماله بصير؟ قمة الانفلات. قمة الانفلات بكل ما تعني كلمة قمة الانفلات من معنى. وكأنه واحد احزر شو؟ عاش حياته 50 سنة ضمن إطار واحزر شو اكتشف؟ ايه خسرت الدنيا والآخرة، خلينا الحق الدنيا. ما تربينا، ما تعلمناش على النظام. لو تعلمنا على النظام بدك تغير النظام، أعطينا النظام. إذا أنا أول ما بمسك مشروع بدي أروح على الواقع. ليش على الواقع؟ لأنه ربنا قال لي اقرأ باسم ربك. ربنا قال لي يؤمنون بإيش؟ بالغيب. قبل ما يؤمنون بهم ينزل عليك، يؤمنون بالعلم عالم الغيب والشهادة. بده يكون عندي علم بالكون، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عنها وهم عنها معرضون.
انا ربنا خلقني لعماره الارض، مش فاهم الارض كيف بتعمرها، بكونش عالم بقدر احكي في الدين اذا ما عنديش صنعه. فهذا اللي بيبيع الناس كلام، شو صنعتك؟ يجوا يعلمونا من يعطيه طعامه وشرابه، قال كلنا قال كلكم خير من، جاي تعلمني كلام؟ طيب انا بضغط عليك، اذا انت تركت التعليم انا بدي اضحيك، مش راح تطلع قرش من هيك. لا يا عمي، بعلم اللي بدك اياه، ببوس ايدك من هون لهون، شو بدك؟ صار الفيجن يخدم المانجمنت، مش المانجمنت تخدم النظام. كن صاحب صنعه، هذا شو بتعمل؟ انا جاي محملكم مش لاني بعلمكم، بدكش بروح بشتغل زي ما بدي، بطلع بدل قرش ألف، بس اجي مش قادر ازكي طلابي، اجي مش قادر اعلم طلابي، اجي عشان اخدم النظام بدل ما النظام يخدمني. شو بعدني؟ شو بعدني في الجامعه سوى اني مش عزيز؟ بقدرش اني اطلع شروف صار الجامعه، لانه خارج الجامعه عايز شو؟ بس واش بس واش نكمل. لكن واحد بتطلع عايش، انا عايش عشان ماده، عايش عشان دنيا، ولا عايش اصنع رجال؟ كان عمر بن الخطاب يسالهم في القاعه هيك، يسالهم كلهم في القاعه، ما تود انا بود لو كان عندي جبل كجبل مال اكبر رافي، انا بود انا بود. بالاخير طلعوا يا امير المؤمنين ماذا تود؟ قال اود ان تكون هاي القاعه مليئه برجال كابو عبيده عامر بن الجراح. بدنا رجال شباب، رجال تعمل مال، المال ما بيعمل رجال. واضح؟ هلا اذا اول شيء بدنا ندرسه بقى، فدرست الواقع تمام، بعد الواقع أبو عبيدة هو اللي كان ينافس عمر على الخلافة. أبو بكر انسى، ذاك أبو بكر مستوى انسى، بتكرر الشيء. أبو بكر اللي بيحكي هذا الحكي، رجال القاع مليئة. جدل أبو عبيدة أبو بكر بكون طالب المستحيل. هو ليش أبو عبيدة اللي أنا فاهم القصة؟ لأنه لما دخلوا على السقيفة، سقيفة دخل أبو بكر ماسك يد عمر وماسك مد مين؟ أبو عبيدة. فشو قال لهم؟ قال لهم لازم الزعيم اللي تدعني القبل يكون قريش، يختاروا هذا الرجل وبعد الرجل. يعني مين كانوا بتنافسوا بنظر أبو بكر على قيادة الأمة؟ مين كان؟ فكان عمر مش زينا، بتلاقي لك الأمير لما بده يصير ملك بتطلع مين بنافسه وروح بختاله بطريقة أو أخرى. تمام؟ ليش؟ حتى يقول بعديه إيش؟ ما فيش حدا منافس. هلا الاداري احسن شو بفكر حاله؟ الاداري الجيد اللي بقعد مع الناس، انا عارف يا جماعه هذا ما حدش بسوى فيهم، والله اذا روحت انا ما بعرف شو بصير. والله يا فلان ضاع العالم الفلاني، عمالنا بنخسر علماء. ايش حبيبي؟ انتم الفقراء الى الله. الخالق موجود، هو بيغنى عنا، هو اللي بيغنى عنا. انتبهوا شباب. هلا القصه هاي انا ليش ميال لعمر؟ لأنه مين كان بينافس عمر؟ عمر أدرك أحزر شنو؟ إنه بوجود أبو بكر ولا يمكن صحابي يرضى إنه يحل محل أبو بكر. لذلك هو الوحيد اللي استاهل اسم خليفة رسول الله. البقية مش تواضعاً قالوا أمير المؤمنين، لا بلاقي ما حدش عارف منهم إنه بيستاهل. أعطوه خليفة رسول الله بتلبق له هيك، بتلبسه 100%. لأنه ربنا زكى إن الله معه. في القرآن حدا زكي بشخصه غير رسول أبو بكر؟ إلو. بس دلو. لم يزكى أحد بشخصه في كتاب الله إلا أبو بكر الصديق مع رسول. البقية زكوا كإيش؟ كجماعات. يعني زكي عمر وأبو عبيدة وكذا، لكن ليس بأشخاصهم وإنما بإيش؟ جماعات. طيب أول شيء بدي أشوف الواقع، بعدين إيش؟ شو الوظيفة المطلوبة شباب؟ أي إنسان فطرة في أي مكان في العالم بلاقي حاله لما بده ينضج يبدأ سن البلوغ، انا شو وظيفتي على هاي الارض؟ انا ليش خلقت؟ طب انت بدك عندك واقع، بدك زبون، هذا الزبون شو بده؟ له متطلبات. هاي هي الواقع، هاي المتطلبات. هلا عرفت المتطلبات وعرفت الواقع، شو هو الابداع؟ انك توفر للزبون ديزاين اولترناتيفز. شو يعني ديزاين اولترناتيفز؟ قلت له تعال هاي ممكن اعمل لك اياها ستيل. هلا انا بتمنى مثلا كصفكم اذا شفتوا الاستاذ بدنا تحوله من كونسبشوال فقط في الريفورس كونكريت، كونسبشوال بالريفورس كونكريت والستيل. تيجي شوف الصف اللي وراه احسن شو يا استاذ، لا بدنا بس كونسبشوال بالريفورس كونكريت والستيل،
وضيف لنا كمان الخشب، في دول بتبني خشب، وضيف لنا كمان المسبني، وضيف لنا كمان. أنا بتمنى يوم من الأيام أجي أعلم كونسبشوال لخمس مساقات، لخمس مواد إنشاء مع بعض، ويصير إحدى شو عندنا مشروع واحد. الشباب بدنا اللي بدهم يصمموا خرسانة مسلحة مجموعة، وبرستريست مجموعة، ومسندري مجموعة، وستيل مجموعة، وخشب مجموعة، ونشوف مين بيقدر يعطي تصميم يغلب الكل. يغلب الكل بإيش؟ بالكوست، يغلب الكل بعملية البراكتيكاليتي التنفيذ، ويغلب الكل في كل إحزاب البراكتيكاليتي ما فيها الوقت والمجرة، ويغلب الكل إنه بعطي الأمان أحسن منك. هذا شباب بيكون هو المساق اللي انتم بحاجته في القرن الحالي. هذا هو التنافس العالمي. فكرة التنافس العالمي بيطلع الواحد بيقول لك انا بدي تعمل لي هذا المشروع خرسانة مسلحة، هو بفهم زبون خرسانة مسلحة ولا بفهم ستيل ولا بفهم ود، بقول لك انا بدي اعمل مركز تجاري. الشاطر اللي حصل شو بيعمل؟ بيقدم لي افضل تصور للمركز التجاري. المركز التجاري بده طرق شباب، وبده بيئة، وبده معمار، وبده ميكانيكي، وبده كهرباء. أجيب لكم مثلا، هلا لما ربنا خلق الإنسان شو قال؟ خلقنا الإنسان في إيش؟ أحسن طبق. إحنا طلعنا على الفضاء الخارجي، هل استطعنا بكل أفلام الخيال العلمي إن نتصور إنسان أجمل من الإنسان؟ اللي بيعرف فيلم خيال علمي استطاع الإنسان أن يتخيل مخلوق كوني أجمل من غير العالم؟ طيب انتهينا بهذا الكلام؟ أقوى شيء درستوا أنتوا لحد هلا في كل دراساتكم شو هاخد؟ بأي فورم باخد؟ ليش؟ الدوم. إحنا لما نختار التكنس للدوم تعرفوا قديش شباب التكنس للدوم؟ واحد على 500، واحد على 400 نسبة. لذلك شو بقول علي كلاي؟ غلبتني إيش؟ بيضة. شو يعني غلبتني بيضة؟ يعني بمسك بيضة بحاول هيك بعملها شيء، بينما نمسكها هيك وضربها على الجنب شو بتعمل؟ كيف أسمعها؟ لذلك اللي بيمشي منكم تحت هيك المباني القديمة دائما بقول لكم ما بتسمعوا وهي بتقول لكم حملني طن وما تطش علي جوز. الغريب ما حدش منكم بيسمعها، وما حدش منكم هو بيضرب البايل بيحسش الأرض وهي عمالة بتقول له أي. ولما بحكي هذا الكلام أغلبكم بضحك علي. يعني شو بضحك علي؟ شو اللي بيحكي عبد الرزاق؟ هذا جمال بيحسش. ربنا بقولنا بيحس وإحنا بنقول له بيحسش. مين هو من أصدق ربنا ولا إحنا؟ إحنا بنكفر على الأقل بمئة آية ربنا بقولنا كيف الجماد بيحس وإحنا بنقول ما بيحس. إذا أنزلنا على الماء، الماء على الأرض إيش؟ اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت. يعني إحنا شباب موتى مش ميتين. إذا نزل علينا كلام الله بيحيينا، زي ما بتحيي الماء لما بنزل على الأرض. وتعرف الفكرة؟ هلا ربنا نقول هاي لها حياة، هاي لها إرادة، إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وشكنا. هاي لها إرادة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاش عم تسمع تلك الأمثال والضرب على الناس لعلهم إيش يتفكروا. بدناش نفكر إحنا، إحنا بدنا أستاذ أحسن شو يقولنا؟ اعمل واحد اثنين ثلاثة، ونعمل واحد اثنين ثلاثة وقل لي يا رائع. هاي مية من مية، أخذنا مية. تعرف أستاذ بعض قال أستاذ الفلاني باخد إيس بتخرج بعدين. وكم منجب في تلقى الدروس، تلقى الحياة لما بتخرج هذا شو بقول؟ أنا ضيعت كل شبابي، ضيعت كل علمي، فتشت على اللي بيخدعني، ما فتشت على اللي بنصحني. إذا أنا شباب بدي أبدأ بالشغل، بدي أعرف كم متطلبات، وهي المتطلبات لها إيش؟ محددة، محددات من قبل المالك، محددات من قبل القانون. القانون بيلزمني بشغلات، والمالك بيلزمني بشغلات، وأنا مطلوب مني أعمل بأفضل خيار له. تخيلوا لو أنا مسؤول وجاي واحد عندي وعارف إنه غير رايح يقدم ستيل، وغير رايح يقدم كونكريت، وغير وأنا مسؤول في شركة كم مجموعة عندي، لا خمس مجموعات، أنت تشتغل بريستوس، أنت تشتغل كونكريت، أنت تشتغل كذا، أنت تشتغل كذا، بروح على الاجتماع جاي كذا واحد ينافس، قدم مشروع خرساني، أنا عندي خرسانة أفضل، قدموا بالستريس، أنا عندي بالستريس أفضل، قدموا كذا، أنا عندي كذا، أقول لكم أنا عندي شغلة ولا واحد قدمها أفضل من كل اللي قدمت. شو بتكون النتيجة؟ إيش؟ أخذت المشروع، أنت دخلت على عينك أحسن شو؟ أنت بس بتفهم خرسانة مجلة، دخلت على المشروع، شو كان النتيجة؟ اللي قدامك قدم مشروع ستيل أحسن شو عنده الصينيين، الصينيين ورجونا إياه على اليوتيوب خلال شهر
بسلموا لك مبنى متعدد الطوابق، مش استراكشر مشطب كامل. فلسطين هو الصين حاليا، امريكا قادر تطلع عليها. شباب احنا الان بهذا القرن الصين لامريكا بتعرف شو بتمثل. شايف انت عندك هون وتد، وتد اسمه امريكا، والصين ماسكه هالشاكوش، وعايزه شو بتعمل؟ شو بتعمل بهالوتد؟ نازل تدقه في الارض، نازل تدقه في الارض. قادره امريكا تعمل حرب على الصين؟ اذا شاطره تعمل، اذا شاطره تعمل. قادره تعبي كل الضرائب اللي تعملها، كل الضرائب اللي عمالها بتحطها على الموردات الصينيه، شو بيعملوا عمالهم الصين؟ بالقانون بحولها لمصلحتها بدل مصلحتها. شعب عمال هسه شو بيقولوا لهم للامريكان؟ انتوا عندكم 100 خطوه، احنا عندنا 100 ورا. مين اللي قصد انه يطلع لهالناس بهذا الفهم؟ الصينيين ولا احنا؟ احنا شو بنختلف عن الصينيين؟ شو بنختلف عن اليابانيين؟ تعرف الياباني لما انهارت دولته شو قال لهم؟ قال لهم شغله واحده. قال لهم امسكوا اي شيء بس اتركوا لي التربيه والتعليم. احنا لما اجينا بدنا نبني وطن خربنا التربيه والتعليم، وبيجي لهلا الاساتذه هيك على مكتبي، يا استاذ مين اللي ماسك البلد؟ بقول له مين؟ بقول لي الجهله. بقول له اللي احنا خلقناهم. احنا لما اضربنا وبطلنا نعلم طلع لنا معلم لغه عربيه ما يعرفش يكتب اسمه. طلع معلم رياضيات ما بيعرفش 1 زائد 2 يساوي 2، ما بيحفظش جاي نحن. شوف اللي ماسك البلد اللي انتوا انشأتوه، اللي بيقدر يقف امام ربنا بريء. هو اللي كان يقول الاضراب حرام شرعا. التعليم المفروض لما هن بدهم يسكروا المدارس احنا نعلم ببيوتنا. هذا اللي بيقدر يقف امام ربه ويحفظش يعمل يبرئ ذمته. بس اللي سكر مدارس واللي سكر جامعات واللي جهل امه، في امه اول كلمه نزلت عليها اقرا، كيف سيقف أمام الله؟ يسارع للتوبة ويبدل كل سيئاته حسنات قبل ما إنه يجي يوم القيامة، ويعمل أحسن ما عنده، لأنه هو أمام الله مش بس لا يملك شيء، هو تخرب أجيال كاملة. ما سمع قول النبي من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا سن سنة أطلعت جهلة الآن عمالها بتقود الأمة لأجيال. بيعلم هذا الحكي كان هنا، ما كانش حدا تقعد معه إلا تحكي له هذا الحكي، يقول لك معك بس 9 شهر، نقول له حتى 9 شهر رب. يجي هدول وحط لنا 6 أيام، هدول حط لنا 7 أيام، واليهود 10 أيام. كنت ساكن عند جار تاجر 41 يوم، فتح دكانته مرة واحدة. بدل من علمه يكون عزيز يكسب من عرق جبينه، لأنه ممنوع تفتح محلات. إذا ربنا بالقرآن بقول إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بالجمعة بقول لك روح اترك التجارة واشتغل، حتى الجمعة بقول لك اشتغل فيها، واحنا ناس مش ممنوع تشتغل. فين السيستم شباب؟ فين السيستم؟ برجع بقول لكم إبداع مش سيستم. الغرب عمل سيستم، الصينيين عملوا سيستم، الأوروبيين عملوا سيستم، ما هو؟ هل السيستم إني أغرقك بالديتيلز ولا أخليك ديتيلز قليلة جدا وتفكير عالي جدا؟ إذا هلا بدي إياك تعمل ديزاين ألترناتيفز. بديش الواحد منكم يجي يقول لي هاي عندي المشروع اخذته من المعماري، اول شيء بدك ترده للمعماري، هل المعماري قاعد معك؟ فانا بعلم طلاب يطلع عليك عندك خيارات، اعمل هيك او اعمل هيك، بس ما تخلي المعماري يتحكم فيك. اذا المعماري بده يتحكم فيك بده يقنعك انه ما فيش حل عندك الا الحل الواحد. اذا اقنعك ما فيش حل عندك الا الحل عندهم، صرنا بنعمل شورى شباب. ايش؟ 100%. شوف بتعرف شباب لما انت بتاخذ القرار لازم تدافع عنه. ليش النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يلجا للشورى شباب؟ الشورى هي اللي بتعمل الميزان. انا هلا شو نظامي معكم؟ مين اختار المشاريع انا ولا انتم؟ انا اجبرت حدا يشتغل مع حدا؟ امتى بجبر؟ احذر امتى؟ لما بمضي اسبوعين بالمسار، 3 أسابيع بالمسار، بلاقي لك ناس لا عمالها بتحضر ولا لسه مختار المشاريع، شو بضطر اسوي؟ اشكل منها مجموعه، بس مش انا شكلت لانه انا بدي اجبرها على الشغل بالمجموعه. تحكي لهم مشروع يعني يكون فيه كومبلكسيتي او شيء، يعني هذا التحدي لازم يكون المشروع نفسه ولا احنا نخلقه مثلا؟ الاصل روح على اي واقع وشوف الانسان شو اعطاك فيه مشروع وناقش في المشروع. يعني انا شفت واقع واحد اعطاني مخططات ماشي، هو فكر بهذا الاسلوب، وقعد معه قول له طيب ليش ما فكرتش بهذا الاسلوب؟ ليه ما فكرت بهذا الاسلوب؟ فهم قصدي؟ احنا بدنا مشكله. يعني هلا مجتمعنا كله انا بعاني من مشكله ومشاكل معينه،
انت بدك تختار شغله تحل مشكله، بس مشكله مش لواحد وانما فكر اذا تكرر تصير مشكله لمين؟ للامه تنحل كلها. اما انا ما بدي اخذ مشروع احله بالاخير احسن شو اطلع بفكر ما اقدرش اسوقه. انا بدي اطلع للناس، بدي اطلع بفكر ايش؟ اما فكر كالاتي: اعطيني مشكله عمليه ورجيني الواقع واعطيني الكونسترينز وانا بعطيك تصميم، بعطيك تصميم، او اعطيني تصميم وخلينا ننتقد لك اياه اجيب لك احسن منه. يعني مثلا جبنا بفرض جبنا برج وانا اقترحت انه اخر طابق من اشياء في عمل النموس مثلا انك تحدد بحيث انه يستخدم في بريس بريس او بشكل عام جردرات. لنفرض انت بدك اخر طابق ما يكونش فيه ايش اعمده، تسال اللي عمله ليش حطيت اعمده ولاي سبب. لا هو مثلا برج يعني الاجاري عادي يا بني، انت مش انت بتحط الشيء والحل، انت بتاخذ الكونسترينت وتشتغل ضمن الكونسترينت. اجالك الزبون طلب منك اوبن سبيس، مسجد اوبن سبيس، لقيت واحد حاطط اعمده، بتقول له ليش حاطط اعمده؟ الزبون شو طالب؟ اوبن سبيس. بقول لك ما فيش مجال يقف الا بالاعمده، بقول له انا بعطيك حل ليش لك في الاعمده. هون حققنا متطلبات مين؟ هلا انا ربني ليش خلقني؟ عشان اعمل اتصرف عليه. شو عمل برضه؟ شو يعني عبده؟ شو يعني عبده؟ شو يعني عبده؟ استقيم زي ما ايش؟ عمر الارض. اذا هو ربنا معنى العباده احسن شو هو؟ ان انا عمر الارض. هلا تعمير الارض بيتم بالخلق لوحده، بالخلق لوحده ولا الاثنين؟ هلا اللي بيقول بالخلق لوحده هي العلمانيه وهي الفسادية، واللي بيقول بالخلق لوحده هي امتنا اللي لولا الغرب كان هلا بناكل القمح من الروث. يعني بالسفر برلك شباب كنا وصلنا من الضعف لدرجه ان الواحد بده يأمن حبات القمح يقيمها من الزباله حتى يقدر ياكلها. ليش؟ لان فقدنا رسالتنا للعالم، فقدنا رسالتنا للعالم. انت بدك تيجي تقول انا بدي احط في ميزان، شو يعني بدي احط في ميزان؟ انا عندي ايه بتقول والعصر انه ينعش الانسان، انا انسان لا في الحسن الا اذا جمعت اثنين. ما قالش امنوا او عملوا، امنوا وعملوا. ما قالش او تواصل وتواصل بالحق، ما قالش او وتواصل بالصدق. بيجي واحد يقول يا اخي علمني علم بس ما تتواصل بالحق، بدك اياني اكون خسران؟ بدك اياني اضيع ساعه من وقتي؟ بدك اياني اضيع الصلاه الوسطى؟ انت بتطلب مني اضيع الصلاه الوسطى؟ اللي احسن صلاه في الدنيا ان انا اعلم علم ليش مع الخلق مع الخلق. تطلب مني اعرض عن كتاب الله اللي ربنا بيقول لي انزلت هذا الكتاب وطلبت منك الصلاه لذكري، انك تكون دائما الذكر فيه في كل لحظه، في كل لحظه في حياتك. ياك انساني، هل النبي عليه الصلاه والسلام في الاسواق كان يدخل وينسى الله ولا يذكر كل واحد في الاسواق بالله؟ تقول لواحد ما تكونوش بخلق النبي، انا بدي اعتبركم شو؟ اذكركم بالله وانا بدي اذكركم بالله. طب انا بذكركم بالله علشان تحسنوا اداء مهمتكم، ولا بذكركم بالله علشان مهمه غير مهمتكم؟ لا انا بقول لكم مهمتكم انشاءات، بس اذا بتفكر في علم الانشاءات بتصير مهندس ناجح بآذني. اهم شيء عند الزبون تحسن التعامل معه، اهم شيء عند الزبون ما تطعنوش بضهرك. اقول لكم شباب، الزبون تصممت له وصار مشكله في المنشا واتصل فيك قال لك عندي كراك وركبت على المنشا، شو اللي حصل؟ هذا الكراك وحاولت تحله بكافة الطريق وما إلى ذلك، بتروح إذا الزبون ماله هديان صار عنده كراك، اتصل فيك قال لك عندي كراك، اجيت له طلعت على الكراك وطلع، صار يتصل فيك ما تردش عليه، يتصل فيك ما تردش عليه، يتصل فيك ما تردش عليه، ما بيجي لك قرار محكمة عدل. أنا بدي أزينك، بدي أمزع رقبتك. ليش؟ طنشت دي معاملة. إيش؟ دي معاملة، ما عملتوش بالخلق اللازم، ما اشعرتوش انه مشكلته مشكلتك. زي ما انتم كطلاب شفت الايه حملني المسار، عمركم راح تصيروا مسلمين. ليش بتقول اياك انا عبود؟ انا معكم مع بعض، انا وياكم نصعد سوا، انا وياكم ننجح سوا. مش بحكي لكم يا كلام، انا لما طار عندي نسبه سقوط عاليه حكيت في مجلس الاداره قدام الجميع تتكرر مرتين بستقيل من الجامعه، بستقيل من الجامعه. ربنا أكرمني بعدين بطلت أعلم بعدين. شكله بده يعني استمرارية بالجامعة تكون أطول شوي. بس طول عمري بعلم بعدين، بس النسب بتكون عندي إيش؟ معقولة، وأحيانا بتكون إيش؟ أعلى من المطلوب. بس لما قالوا لي بالصيف علم داينامكس والدفعة ضعيفة جدا وإجت نتائج مبهرة، قلت لهم هاي نتائج مبهرة.
أنا اللي تعلمت وجه الصحابة. بتشوف بقية الصحابة الفصل الأول. دخلت الفصل الأول بتحدي. شو يعني بتحدي؟ بدي أثبت العيب فينا مش بالطلاب. وللأسف الشديد عجز عن التحدي. إذا عجز عن تحدي العيب فيه شباب. أنا زميل إلي عنده ولد هانديكاب. ما فيش العلاج في هالبلد. العلاج فين؟ برا. بيسألني شو أعمل؟ قلت له شو بيقعدك بهالبلد؟ ابنك هانديكاب ساكت عليه؟ ما لوش علاج عم تاخده على أي مكان في الأرض بتعالجه. أنا بدي أفترض إنكم أنتوا هانديكاب. بدي أجيب لكم واحد يعالجكم. إذا أنا ما قدرت على علاجكم أقف أفرض حالي عليكم وأطلع أقول طلابنا هانديكاب. أنا عندي ابن هانديكاب بقعد أطلع للناس بقول لهم ابني هانديكاب. معلم أب. ديزاين ألترناتيفز. شو يعني ديزاين ألترناتيفز؟ أنا بجرب معكم أسلوب ما بنجحش، باجي بحسب شو بعمل، أسلوب ثاني، أسلوب ثالث، بس شاركني أنت، شو يعني شاركني؟ قول لي يا أستاذ أنا ما بفهم عليك. خلي العلاقة بيني وبينك يعني، أنت خطوة وأنا إيش وأنا خطوة، قديش بحب هدول الشباب اللي بيجوا بيقولوا لي يا أستاذ إحنا عمالنا بنشدد فكرنا معك، شو يعني بنشدد فكرنا معك؟ بنكون متابعين معك فجأة شو بنعمل؟ بنضيع، كثير بحبهم، هدول بقدموا لي النصيحة. بس هل النصيحة إنه أنا احضرك للمجتمع اللي انت لازم تتحضر فيه ولا ارجعك لايش لورا؟ انا امامي تحدي انا مش قادر انفذه، ساعدني في تنفيذه. اقعد معي قل لي يا استاذ احنا اللي بنتعلمه غلط والدليل واقعنا الخاطئ. انت عندك فكره ثانيه ممكن تكون فكره صح وممكن خاطئه، وهيك انت بتعلمنا انه فكري اما خاطئ او ايش. خلينا نشوف كيف ممكن احنا نحاول مع سوا نشوف هاي الفكره هل بتقدر تغيرنا ولا لا، بس رجع نقربها لمفاهيمنا. شو يعني نقربها لمفاهيمنا؟ لاحظ انا لما جيت احكي عن المانجمنت حكيت لكم عن قصه التوجيه اكيد استوعبتوها. لما حكيت عن السيستم حكيت لكم عن قصه بسنه اولى اكيد استوعبتوها. لما كنت انا بسنكم كنت احكي دائما بهذه القصص، لما صرت بسني نسيتها. بدكم واحد بسنكم يحكي لكم قصص هيك. بدكم تيجوا للانسان المتفوق عندكم تقول له تعال انت ليش تفوقت؟ انت ليش قدرت تجيب اربعه واحنا مش قادرين نجيب بي او مش قادرين نجيب سي؟ اتعلم من اسراره، اضبطه على اسراره وتعلم منه، اتدفى فيه. مشروع التخرج الشباب خذ واحد قوي بقويك، خذ واحد ضعيف هسه شو بيعمل؟ بضعفه. هذا هدف ابد. ابد بتعلمك اياك نعبد واياك نستعين. انا في طالبه اجت لي بتحكي شو بتقول لي بدي اشوف الطلاب اللي بدرسوا في هذا المساق حتى تقرر تضيف حالها ولا لا، ليش؟ بدها تتدفى بناس اقوياء. هاي حكيمه راسا مسكت القائمه قلت لها تفضل. إذا أردت أن تعرف المركز على خليله إما برفعك لفوق أو إذا شو بعمل بنزلك لضغط. أنا بدي طلابي تمام. قالوا لأحدهم ليش ما عينتش فلان وهو أحكم من فلان؟ قال هذا أحكم بيحتد برأيه، هذا مشاور. خلينا نتشاور شباب. ومبدأي معكم دائما معروف، أنتم بتحددوا الامتحان وممنوع حدا يغيره. واحد منكم بيملك حق الفيتو إنه بتغييره. أنا عمري ما استخدمت هذا الحق عليكم، لكن من حقي أكون واحد زيكم. انتوا قرروا امتحاناتكم والتزموا بهذا الحق. بيجي واحد عنده ظروفه وظبط حاله وعمل سيستم لذلك وانتوا ما عملتوش سيستم، اجى وقت الامتحان استاذ اجلنا اياه. فلان بيقول لي ما تاجله انا عامل سيستم. بتطلع اللي ما بيستحيش والله بس يطلع الاستاذ بدنا نورجيه اذا ما بتعمل هيك نعم. كيف بدكم تواجهوا ربكم؟ عمالك بتعتدي عليه صراحه، تكرهه على شغله بعد ما رتب نظامه. اذا هو من الداخل ما بدوش يغير انت يخجل من حالك، الصف كله يخجل من حالك. بس ما بخلي نكون شباب آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف. هذا لسان حالنا، آمرين بالمنكر. اللي بده يلتزم بالمعروف مننا عن الالتزام بذلك، بدل ما احنا نوفي بالعقود بنقول له ليش هذا العقد اللي بيناتنا؟ بطله يا انسان. اتعلم انك تبطله. وهيك صار التسجيل عندنا، عقد معنا بالتسجيل، تعلموا تبطلوه وتبطلوه 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 هالمجرة. ديزاين ألترناتيفز. شو يعني ديزاين ألترناتيفز؟ أنا بدي منكم تجيبوا لي هذا مشروعنا، هذا مشروعنا، هذا هو الواقع اللي طالبه الزبون، وهذا اللي حققه المعماري. ولما حققه المعماري كان ما فيش مجال إلا هاي المشكلة. طيب زي ما حكيت أنت، هل الزبون طالب الطابق العلوي يكون كله أوبن ولا يكون فيه أعمدة؟ لا هو مش طالب يكون كله أوبن. طب أنت لما شلت الأعمدة شو صار في الكوست؟ شباب طبعا أنت بتدفع مالك من جيبتك. إذا لا المالك اللي بقرر. شباب كل عم بضبط حطه حط فلوس بجيبك. يعني شايفين هاي الصالة وحسوب تكلفتها، حط عمود بالوسط، حط عمود بالوسط التكلفة نزلت. دكتور إذا ما يحب لقاعد أفراح لازم أفهم إنه فيش عمود ولا أفهم عمود فريدي.
لا انت بتقول للطلبه هاي قاعه الافراح بدون اعمده بتكلفك هالقد، اذا بتسمح لي احط لك عمودين بتكلفك هالقد، اذا حكم سمحت لي احط لك صف من الاعمده. هو باخذ القرار، القرار شباب للملك. بتاخذوا انتوا فيدك فيدك ولا ما بتاخذوا؟ ايش بتاخذوا فيدك؟ بتاخذوا فيدك ولا لا؟ طب بالسبعينات شباب بفيدك كان شو بقول لهم؟ يستطيع المهندس ان يتحكم ب 25% من الكوست. يعني انا معك مشروع قديش تكلفته؟ مليون. انا بقدر اعمله بلس اور ماينس من قديش؟ 250,000. في التسعينات غيروا القانون، ممنوع تتصرف في قفه الا باذن الملك. فاليوم الذي عليه الحق انا اللي بدي ادفع، انت عمالك بتمون علي، ادفع من جيبتك ومون. ايش مشروع انا انا بقدر بقدر ما بقدرش انتهى. اما اذا انت بدك تدفع من جيبتك، اللي بدفع من جيبته يا حليله يعمل اللي بده يعمل. واضح؟ واحد عايش تحت ظل اهله وقرر يتزوج تحت ظل اهله، مرته بتقول له جيب لي سياره فوكس فاجن، نفسي بسياره فوكس فاجن، وروح لابو، ابو بدي اشتري سياره من ناس مين؟ ابو بدي اشتريها فوكس فاجن. يا ابني يعني فوكس فاجن بعد سنه بقدر اشبيعها، خذها مرسيدس. بتطلق هو ومرته، مش عارف هي متزوجه رجال ولا متزوجه ابو. يعني اي قرارات بتتم بهذا البيت مش هي اللي بالاخير زوجها اللي بقرر، احذر مين بقرر؟ ابو الزوج. تتلوه بالطبع. لذلك نقول يرحم البيت اللي بيطلع منه بيت شباب، يا حلال اللي بتدفع من جيبته. لذلك ربنا ما امرنا نزوج الا الانسان اللي قادر على ايش؟ على فتح بيت. قادر تفتح بيت تتزوج، قادر تفتح بيت على اساس بدك تفتح بيت؟ بكره راح تصير كل هالمشاكل، بتبطل تشعر احس شو انك بتحصن مرضك. شو يعني بتحصن مرضك؟ ممنوع حدا في الدنيا يقرب على مرض. ليش؟ لأن أنا لما أنفق عليها وأنا لا بقدر أن أحصنها، بس إذا أنا مركب على مصدر خارج ينفق علي تكون مسيب مشكلة. لذلك بدياكم تكون زي الليرة الذهب. شو يعني الليرة الذهب؟ في شي شغل اخلق شغل، اخلق وظيفة، ما عندكيش مصاري بتيجي لواحد مع مصاري إذا شو بتقول له؟ شايف هذا الطرف؟ بحول لك إياه لجنة، تعال أنا وياك، شو رأيك تشتري لك هالأرض؟ واحذر شو؟ أنا وياك بالنص، تشتري لي أرض خام وأنا ببني لك عليها أحسن عمارة. ليش؟ أنا عندي صنعة، عندي صنعة. بالمقابل بتخرج لك طالب بكلية الهندسة، بيجي لواحد بده يشتري شقة، بقول له قديش هاي الشقة؟ بقول له 35، بتكتبها ب 40 عند البنك وبتعطيني 5. ليش؟ أنا بدي أخطب وأتزوج. داخل أتزوج بإيش؟ بمال لا يملكه، بشقة لا يملكها، وبوقع على حاله شيكات لمدة 25 سنة سداد. واي وقت ما بقدرش بلاقي حاله بالشارع، فين هلا قد فراشك بالتجريك؟ هذا هو شعبنا الفلسطيني. ما شاء الله 90% من موظفين السلطه حوالين هذا القلاع عايشين احسن شهور، مش عايشين على قدراتهم، على قدرات الغير. لذلك لما تشوف نسبه الطلاق عندنا بتزيد. ليش؟ لما الشاب بلاقي حاله مش قادر انه يدفع اللي عليه، شو بده يعمل؟ انتبهوا شباب. اذا هلا انا بدي احط ديزاين الترناتيفز ضمن الكونسترينز. كونسترينز جابت مين؟ المالك. انت بتيجي احسن شو بتقول لي؟ انا بدي اشيل هدول الاعمده. ليش هو قرار لك؟ وعمره ما بيكون قرار لك. هل بيجي واحد شو بقول للمالك؟ انا بدي اعمل الغرف لك ايش؟ صفراء. بقول للمالك اولادي بحبوها حمراء. حمراء ما بتدفعش؟ بتعملها حمراء، اولادي بحبوها حمراء، بتعملها كلها حمراء، ما في يعني. انت عليك ان تحقق حلم المالك، بس ضمن ايش؟ ضمن قواعد علميه. لذلك هو اذا اختار لك لون حيادي بتقول انا بلسع على اي يوم، بس بيجي لك احسن شو بقول لك؟ انا بدي هاي الغرفه، هذه الواجهه احطها حجر وهذه الواجهه اعملها خشب. مزبوطش. الحجر قوي والخشب قوي، بتطلع ابشع ما يمكن. انه حاطط اثنين كل واحد عايز شو بيعمل؟ بضرب راس براس. بينفعش هذا الحكي. بينفعش واحد يتزوج وحده اثنين روس، لازم يكون في واحد راس. بس هذا الراس خادم القوم، خادم القوم يعني نيابه لما بيكونوش براس. ايش؟ فيش مشكلة، بس بتظهر زوجها نراس. هيك ربنا حكى لنا في القرآن، ربنا علمنا انه اذا كانت المرأة احكم من زوجها خليه امام المجتمع هو الراس، ويحسن شو تعمل؟ تنصحه وتسيره. فكرة قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ام سلمة، مين اللي حكاها؟ ليكون فكرة ام سلمة قعدت هيك بين الناس، دخل علي النبي مش عارف حل مشكلة الصحابة، انا حليت له اياها. اكيد لا، النبي افتخر انه كان يشاور ورفع قيمة المرأة بعدة مواقف، ومن هذا الموقف اللي علمنا اياه انه كيف دخل على ام سلمة وايش؟
قال لها اليوم هلك المسلمون. لما يا رسول الله احلقوا ما بحلقوا قصروا ما بقصروا. يا رسول الله انت احلق قصر ما تحكيش الكلمة. افعل الكل بيقتدي فيك. طلع ففعل الكل اقتدى فيك. تعلموا من نسائكم. اخر الزمان صارت المرة اللي بتحكم. شو يعني الغرام؟ بدي الطفل الصغير يحكم في البيت. فهمناها ايش؟ سليمان. الاب عماله بحكم. وسليمان صحح ايش؟ حكم ابوه. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يجي لك هيك داود كحاكم ولد صغير اللي قاعد يلحقك علي يا بني انت ما تحكيش بدك تشوه صورته قدام الناس. قال لا حكم سليمان بيمشي. حكم سليمان شو الغلط اللي تعلم من الصغار؟ دخل ولد صغير على عمر بن عبد العزيز متقدم لقومه. شو قال له عمر بن العزيز؟ يا غلام فيش حدا أكبر منك يحكي؟ قال له يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هناك من أحق بالكرسي منك. قال له ثكلت كأمك احكي. يعني دخيلك احكي. عرفت كيف؟ قضية شباب شو المشكلة إنه نولي أمورنا إنسان قادر ينجينا من اللي إحنا فيه؟ شو المشكلة؟ ولا إما أنا أو الطوفان؟ طيب أخذت أنا ديزاين ألترناتيفز بدي أقرر كيف الديزاين ألترناتيفز. تخيل لو كل ديزاين بدي اصممه زي ما تعلمته. شو يعني زي ما تعلمته؟ بدي بكل نظام اعمل شهر. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ لا انا بعمل كونسبشوال. شو يعني كونسبشوال؟ اللي بدنا نتعلم من حصه الجهر. بدي ابدا بالاعمال. انا على فكره المسار بدي امشي مره بطريقه خلافيه. شو يعني بطريقه خلافيه؟ طريقه جدليه نقاشيه. وتصير انت بعدين تقرا المحاضرات اول مره. انا ببدا بايش؟ باي مشروع بدي اصممه انشائيا. ايش ببدا؟ الكلام اللي انت حكيته. انت شو حكيت؟ الطابق الأخير شو بدي أعمل فيه أنا؟ أشيل إيش؟ الأعمدة راح يصدني شو بقول برفع السماوات بغير إيش؟ إذن كيف هو برفعها؟ بأعمدة غير مرئية. إذا أنا بدي أحط عنه وهي الأعمدة أفضل ما يمكن أنها تكون غير مرئية. شو يعني غير مرئية؟ لأنه حسن وجودها في قاعة أفراح شو بكون؟ ضربة لإيش؟ لهي قاعة أفراح. بس هل بتضطر أحطها أحيانا؟ أصلا كانت من زمان ما فيش أعمدة حتى اخترعوا الخرسانة المسبحة. يعني إذا طلعنا على التاريخ شباب كان كل بنانا واجهات. كل بناء واجهة. البلد القديمة كلها واجهة. لما اخترعوا الخرسانة المسلحة شو صارت تعمل عندنا مقاطع صغيرة؟ صار الواجهات في الداخل مالها عمالها بتلتغي. وجود واجهات حاملة بالداخل شو عمالها بتلتغي. وصرنا نقدر نعمل ايش؟ مساحات ايش؟ من خلال الأعمدة. فالأعمدة أعطتنا مجال لطريقة إنشائية مالها جديدة. لما تخلينا عن الواجهات الخارجية صارت مصيبة. ليش؟ لأنه الفورم الإسلامي شباب صال من الداخل اللي بتشوفها في البناء القديم منفتح على السماء وبالخارج ايش؟ جدران ما حد شايف حدا. هاي شباب امن اسرة امن مجتمع امن كل شيء. بالغرب بالطرق اللي باخذوا طرق الان واللي باخذوا تخطيط مدن شو بيعملوا بالغرب؟ شوف الرسالة في الغرب كيف بحققوها. لاحظوا انا عمالي بنتقل من مجال لمجال كله انشائي. انت ضروري تفهم حتى تناقش اي واحد. بيعملوا بلوكات شباب هيك بلوكات بهذا الشيء وشوارع كله شوارع مستقيمه وايش وبلوكات. ادخل على البلد القديم وقول له صف لي محل بيت وقول لك روح يمين بعدين شمال بعدين على زاويه 45 بعدين كذا بعدين كذا حط تصل البيت. الغرب بلوكات. انا بعيش مثلا هون بكون السكن موجود بيت بلوك 6 هذه عباره عن سكن كله طابق او طابقين كله وهذه يار ساحة شو بيعملوا فيها الطلاب والأبناء بيلعبوا. الأبواب الخارجية مغلقة الأبواب الداخلية سحاب بيقدر الطفل يطلع على هذا كلها هون رمل وألعاب وهالمجرة. بيوتنا بالسابق كنظام صغير كانت هيك كانت عبارة عن يار وهي مفتوحة للسماء. هلا الواحد اللي بده يطلع يتوضأ يتوضأ هون مكان الوضوء يكون بالداخل والمي بالداخل. لذلك لما بات الشافعي ابن أحمد ابن حنبل دائما أبو أحمد بن حنبل بيحكي عن الشافعي. لما سأل أهل البيت ماذا رأيتم بالشافعي بعثنا له الأكل ما خلاش شيء وصلى الفجر بإيش بوضوء العشاء قاعد يحكوا عن الشافعي. فرجع عندهم أنا سألت أهلي بيحكوا كيف كيف كيف. قال له أولا أنت لما حطيت الأكل أنا بعرف أنك أنت ما بتدخل قرش مشبوه على بيتك فحبيت آكل من مال حلال أرمي فيه إيش لحم عني. كان عندي كذا مسألة فقهية قعدت طول الليل احضر شبهه احلها. اجى الفجر بايش؟ بوضوء العشاء. فصلت الفجر بوضوء العشاء
قضية ثالثة الإسلام. هذا السلف الصالح بيشوف شغلة أحسن دراجة الإنسان ما بيخليها بقلبه. شو بيعمل بقلبه؟ نبي عليه الصلاة والسلام بيشوف ناس وماشي مع زوجته بقول لهم هاي زوجتي فلان. لا يا رسول الله لا لا أنا بس بقول لكم هاي زوجتي فلان حتى ما أخلي للشيطان إيش على رأسكم سبيل. زميلك عندك شغلة منهم روح صالحه مش تقعد بين الناس تعرف ما ليش عمل معي عمل معي كده 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 لنفرض غلط لنفرض غلط صح لنفرض غلط ما أبي مش فاهم ما أبي مش فاهم روح راجع روح راجع. إذا هلا شباب اللي إحنا بدنا نعمل بدنا بعد ما تأخذ من الخيارات بدنا تأخذ من السنين بدخل الأعمدة هلا وضع الأعمدة بحتاج لفن. كيف بتحط الأعمدة؟ عشوائية ولا صفوف؟ لازم شو تكون؟ أنا آسف التالي ضمن إيش؟ سيستم نظام. إذا لاحظوا هلا دائما مرجعيتنا إيش؟ شو نظامك في وضع الأعمدة؟ إحنا المعماري ببعث لنا هيك المخططات وعسى شو كلها ازرع فيها الأعمدة على إيش أزرعها؟ على فكرة تبعك ممكن تيجي عشوائية ولا أرفعها كصفوف بدها تحمل. هو مين اللي بيحمل الأمة غير إيش؟ غير الجيش اللي بيكون كله صفوف. أنت بدك منشأة تحمل بدون صفوف. إحنا الآن الحمد لله الكمبيوتر بيساعدنا إنك لازم تعمل صفوف لأنه زمان معماري بده يرسم على جريد شو بطلع عنده التصميم تمام. طيب إذا ما بده يصمم على جريد المعماري بيعاني والإنشائي بيعاني وكل شيء بيعاني. نيجي إحنا نعلمكم ها بخرسان اثنين شو بنقول لكم؟ إذا عندكم الأعمدة مش على صفوف وديفيشن 10% اعتبرها كلها صف واحد. مش تدخلها عشوائية على البرنامج تبعك، دخلها كلها صف واحد بتطلع النتائج أفضل بكثير من أنك تطلعها إيش عشوائية. إذا إحنا هون كيف عمال بدنا نتعلم؟ بدنا نتعلم بالكونسبشوال أشياء أنتوا أخذتوها مش حسية، أخذتوها قوانين. بدنا نجيب لكم الـ ACI Code Coefficients في الـ One Way ونجيب لكم إيش الـ Direct Design Method في الـ Two Way. نقول لكم هذا الكلام قارنوه ببعضي نونسنس، كيف ممكن نخليه سنس وسهل؟ لانه هذا لا يخضع لهذا النظام. هلا مين اللي بيحكم الديفليكشن؟ الكلير سبان ولا سنتر تو سنتر؟ مين بيحكم الكلير سبان ولا سنتر تو سنتر؟ الكلير. طيب ليش بالون وين حطوا لنا يا سنتر سبان بينما بالتو يحطوها سنتر تو سنتر؟ هذا اسمه نونسنس لانه لا يخضع للنظام. انتوا درستوا كثير شغلات لا تخضع للنظام بس ما حدش منكم كان عايز يقول شو هالنونسنس اللي بدرسه. هاي فرصتك تعرف النونسنس باللي درسته. يعني مش الهدف المسار بس يعطيك شغله، الهدف المسار تطلع على الكود هيك. شو يعني على الكود هيك؟ هذا ادنى شيء ممكن تعرف كيف رايح يتغير. رايح يصير هيك. هلا لما بيصير هيك انت لازم تقول لازم يصير هيك، ولما بيصير هيك لازم يكون هيك. مش انا استنى يصير هيك بعدين اقول طب كيف انا ما انتبهتش لها. لا المفروض لازم تنتبهها من قبل ولازم تعرف انه احيانا هي محطوطه لانه صعب تحط البديل. فاذا حطيت البديل لازم تنشئ. الناس اللي كانوا غايبين أتذكر إذا حصلوا ولا لا، وأسف على تأخيركم دقيقة. عندي أحمد برهم.